نبقى في الشأن العراقي، حيث كشفت الحكومة الألمانية أنه جرى نقل المقر الرئيسي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة جزئيا إلى الكويت، كما بدأت ألمانيا بنقل بعض العسكريين التابعين لها والمتواجدين في العراق إلى دول مجاورة لأسباب أمنية. ويأتي هذا التطور مع بدء مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة عقوبات محتملة ضد العراق في حال طرد القوات الأمريكية من البلاد. ويأتي التطور إثر تصويت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية بعد غارة جوية أمريكية قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد. التفاصيل مع لبيبة الشريفة. ما أن أعلن البرلمان العراقي عن ضرورة العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية بما فيها الأمريكية في البلاد، حتى بدأ التلويح الأمريكي بإنزال أشد العقوبات على بغداد، ووصل الأمر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول أن هناك قاعدة جوية أمريكية في العراق كلف بناؤها مليارات الدولارات، وفي حال طلب مغادرة القوات الأمريكية فعلى بغداد دفع ثمنها أولا. تهديدات ترامب لم تقتصر على القاعدة الجوية فحسب، فهو شبه خروج القوات الأمريكية بشكل غير ودي كما وصفه بأنه من الممكن أن يكلف العراقيين ثمنا باهظا من العقوبات التي قد تكون نقطة في بحر العقوبات على إيران. ورغم حالة التوتر والترقب التي يشهدها العراق عقب تصويت البرلمان على إنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، أي أن القرار الذي جرى التصويت عليه يسير على خط التنفيذ. وينظر بعض أعضاء البرلمان وبعض التكتلات أن الأمر قانوني 100%، وأن العراق ليس بصدد دفع قرش واحد لأمريكا، وأنه على الأحزاب التي شاركت في الاتفاقية الموقعة مع واشنطن عام 2008 أن تتحمل تبعات القرار اليوم، فيما تتعمد بعض التكتلات وبالتحديد السنية والكردية على اتخاذ موقف صامت تجاه هذا القرار، وبالتحديد بعد رفضها المشاركة في جلسة التصويت. وفي ظل هذه السياقات العاصفة، هل يتمسك العراق الذي يعيش هشاشة سياسية غير مسبوقة بقراره في خروج القوات الأجنبية من البلاد في وقت يرى فيه البعض أن تلك القوات جزء من منظومة الحكم القائمة؟ يعني سيد مازن، حقيقة تهديد ترامب بفرض عقوبات محتملة على العراق، برأيك هل ترامب جاد بموضوع فرض هذه العقوبات؟ ترامب هو أكيد جاد، لكن هو أيضا مقتنع قناعة تامة سوف لن يحصل هذا، أي بمعنى سوف لن يحصل انسحاب أو مغادرة القوات الأمريكية للعراق لسببين. الأول أنه الحكومة العراقية هي أساسا صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي ليس قوة وطنية قادرة على أن تتخذ مثل هكذا قرار، إضافة إلى أنه كل المنظومة السياسية ليس متفقة على خروج الأمريكان، يعني حتى الأحزاب الكردية والأحزاب اللي بين قوسين الهلالين السنية لا تريد، لأنه تشعر أنه العراق لا يزال ضعيفا وتحت ظل، إذا لن تكون في حماية أمريكا سيتعرض البلد بعد أكثر لهيمنة وسيطرة إيرانية، ولذلك هو يعرف هذه الحقيقة. ثانيا أنه ترامب لديه من الأوراق الضغط على رموز العملية السياسية بما يجعلهم أن لا يدفعون بهذا الاتجاه، لكن ما اتخذ من قرار داخل البرلمان حقيقة هو القرار حتى غير قانوني، لأنه يفترض تجي رسالة، يعني طلب من الحكومة العراقية إلى البرلمان والبرلمان ينتخب، مع هذا لم يكتمل النصاب واتخذت هذا القرار كبالون وسياسة استرضاء إلى إيران إلى غضب أمريكا. نعم، إذا أرادت أن تفرض الحصار على العراق، أولا تكلفهم دفع تكاليف القواعد العسكرية التي كلفت من المليارات، وهذا يعني أنه ميزانية العراق لسنوات طويلة تسد فقط ثمن هذه القواعد. اثنين، ممكن أن يجعل العراق تحت البند السابق كونه بلد غير مستقر ولا يزال بعد به. ثلاثة، ممكن أن يصادر كل الأموال اللي موجودة بالخارج للعملية السياسية. فإذا من الناحية الرسمية والفعلية
أنا أتوقع لم تستطيع الحكومة العراقية الإقدام على هذا كذلك. نعم، أشركي معي السيد نوري حمدان الكاتب والإعلامي العراقي من بغداد. أهلا بك سيد نوري. معنا تهديد ترامب بعقوبات محتملة على بغداد في حال أصر البرلمان على إخراج القوات الأمريكية، ما وقع ذلك على بغداد؟ سيد نوري هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد نوري حمدان، سنعود إليه في حال جهوزيته مرة أخرى. أعود لك سيد مازن التميمي، يعني هل تبدو بغداد الحلقة الأضعف حقيقة في هذه المعركة، فاقدة للسيادة تماما في ظل هذه الضغوطات من الجانبين، من الولايات المتحدة المتنفذة على بعض القوى ومن إيران؟ العراق هو الحلقة الأضعف منذ الاحتلال، منذ 2003 عندما أمريكا جاءت بهذه العملية السياسية وبهذه الحكومات المتعاقبة، جميعها فاقدة للإرادة الوطنية وكانت محكومة أمريكيا وإيرانيا. فبالتالي نعم العراق الحلقة الأضعف، بدليل أنه المعركة يراد لها أن تكون على ساحة العراق. طيب إذا أمريكا تجد في إيران هو خطر وإيران عدو وإيران تقول على أمريكا الشيطان الأكبر، لماذا القتال يصير في العراق؟ لماذا لا تكون المواجهة مع إيران مباشرة؟ لأنه العراق الأرض الرخوة والساحة الأضعف بالنسبة للطرفين، فكل منهم يريد القتال على هذه الساحة، والمتضرر هو الشعب العراقي وليس هؤلاء. حتى هؤلاء اللي في الحكومة عندما تشتد الأزمة وتشتد الحالة سيغادرون العراق وسيهربون إلى إيران وإلى مناطق معينة، لأن جميعهم يمتلك من مليارات ويستطيع أن يهرب بها. ولذلك نعم المتضرر الأول والأخير هو الشعب العراقي من هذه المواجهة، ولكن أمريكا إذا أرادت فعلا أن تجهض المشروع الفارسي فهي قادرة عليه، سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن، لكنها لغاية الآن فقط المعركة في العراق بحدود ضيقة ومحدودة، وكأنها تريد أن تقلم أظافر إيران وليس قطع أيادي إيران بالكامل. نعم، أعود لضيفي السيد نوري حمدان الكاتب والإعلامي من بغداد. أهلا بك مجددا سيد نوري. معنا يعني التهديدات ترامب بفرض عقوبات محتملة ضد بغداد، ما وقع ذلك في الأوساط العراقية؟ الحقيقة الوسط العراقي يعني خصوصا الشارع بشكل عام هو قلق من هذه العقوبات، ولم يستبعدوا أيضا هذه العقوبات، ويرمون باللوم على القوى السياسية العراقية التي لم تحسن أدائها السياسي ما بين يعني في توازن ما بين القوات الأمريكية أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ البدء بالتوتر ما بين الجانبين. العراقيين كانوا يؤكدون على أن علينا أن لا نكون طرف في النزاع وعلينا أن نحافظ على بلدنا، ونحن مر العراق حقيقة، يعني العراقيين يتحدثون بهذه الأيام خصوصا حتى لو تتابعون مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا ينشرون صور تذكرهم بأيام الحصار التي عشناها، أيام الصعبة التي كانت نعيشها خصوصا مع التهديدات التي اليوم يتحدث عنها ترامب، وهي تكون فريدة من نوعها ولم تشبهها عقوبات في العالم. صح نستمع أيضا يستمعون إلى أخبار رافضة لتهديدات ترامب من قبل روسيا والصين ودول أخرى، ولكن يبدو أن أغلب الناس لا يثقون كثيرا بهذه الدول عندما تقرر أمريكا ينفذ قرارها، لأنه المتحكم في العملة العالمية، وخصوصا نحن نعتمد بالكامل بالعراقيين على إيرادات النفط، ما عندنا خيارات ولا بدائل في هذا المطاف أو في هذا المجال، فبالتالي يخشون تماما الصعوبات التي سوف تمر على العراقيين. نعم، أيضا فرصة سيد نوري يتحدث عنها. نعم، فرصة لترصد لنا يعني عن قرب انعكاس هذا المشهد على الحراك في بغداد أو في المناطق الجنوبية، هل ما زال مستمرا أم انعكس عليه المشهد بطريقة سلبية؟ نعم، هو الحراك الجماهيري أو الحراك الاحتجاجي اللي ضد السياسة المحاصصة اللي موجودة في العراق وضد الفساد والباحثين عن الإصلاح لم يتأثر مع هذه الأحداث. صحيح هنالك نوعا ما
من الانكماش البسيط، ولكن المحتجين أكدوا في بيانات عدة من خلال هذه الأيام أنهم متمسكين بسلميتهم، متمسكين بأرض الاحتجاج، بسوح الاحتجاج، ولن يتراجعوا حتى يتحقق المطاف أو المطالب. واليوم أعلنوا اليوم مطالب جديدة، هي أولا يوم الجمعة المقبل يوم 10 بالشهر راح تكون مظاهرة مليونية رافضة للإجراءات البرلمانية، ورفعوا هاشتاغ هذا أنا عراقي، هذا البرلمان لا يمثلني، ويرفضون العقوبات التي ممكن أن تكون على العراقيين، خصوصا هم يتهمون السياسيين بأنهم لم يعيشوا الفترة الماضية التي عاشها العراقيين في الحصار، كانوا عايشين على المساعدات البريطانية والأمريكية والدول الأخرى، ولم يشعروا ما شعر به العراقيين في أيام الحصار السابقة. شكرا. هذا جانب. الجانب الآخر اليوم أيضا المتظاهرين هم وجهوا رسالة واضحة في بيان، أمهلوا رئيس الجمهورية 3 أيام باختيار رئيس وزراء بعيد عن الأحزاب ومهمته محددة، هو يشرف على انتخابات عاجلة فترتها لا تتجاوز 6 أشهر بإشراف دولي. نعم. شكرا جزيلا لك سيد نوري حمدان الكاتب والإعلامي العراقي من بغداد على هذه المشاركة. يعني سيد مازن التميمي، في ظل هذا التصعيد، هل باب الوساطات مفتوح ما بين الولايات المتحدة وطهران؟ من هي الجهات التي تملك تأثير على الطرفين؟ لا، هي الوساطات أنا أعتقد موجودة، بدليل أنه لا الروس يريدون التصعيد أن يستمر، وحتى وزير خارجية قطر ذهب إلى طهران بهذا الصدد، وأيضا هناك العراق حكومة المنطقة الخضراء أيضا تحاول أن تكون وسيط فيما بين الطرفين، لكن أنا أعتقد هي المسألة أكبر من أن تحل بهذا الشكل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد لإيران أن تكف عن أذى حلفائها في المنطقة، وإيران لا يمكن أن تتخلى عن مشروعها الفارسي الصفوي، بدليل أنه بالنسبة لها معركة وجود العراق، يعني خصوصا العراق قد تفرط في اليمن وفي ساحات صحيح. أخرى، لكن العراق هو القاعدة الاستراتيجية التي انطلقت منها إيران لتمديد ولتصدير مشروعها، فبذلك بالنسبة لها ستكون معركة مصيرية، ولذلك أتوقع أنه حتى الوساطات في هذا الجانب سوف لن تصل إلى نتيجة، لأن الطرفين يعتبرون موضوع العراق مهم واستراتيجي سواء كانت أمريكا أو إيران. الجانب الآخر، أمريكا تريد تضغط أكثر حتى يضعف موقف إيران بالنسبة للسلاح النووي الذي هو أمريكا قرار لا يقبل للرجعة، أنه يجب أن إيران ما تمتلك السلاح النووي، وقالها ترامب، وهذا يتفق معه المجتمع الدولي أوروبا وغيرها. فأعتقد الوساطة قد لا تفضي إلى نتائج إيجابية، وسيستمر المشهد بحالة تصاعدية إذا بقت إيران على هذه العنجهية. شكرا جزيلا لك سيد مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي على هذه المشاركة.